كنجيو هنايا الجامع ديال اوتوهول في ديور الجامع، هو بالنسبه لينا هو احسن جامع في المغرب، لحقاش كنحسوا به. هو الامام هنايا كيقلد جميع الائمه ديال العالم، وكنحسوا باجواء رمضان اكثر من اي جامع واحد اخر. الحمد لله المقرئ صراحه رائع جدا، ومنين كيمشي علينا زعما منين كيمشي علينا فريمون ما تنبقاوش صافي تنحسوا براسنا ما سهل رمضان. القارئ ياسين ما نهضروش عليه، كبرنا معاه الحمد لله لدرجه راه جايه لشحال وحنا هنايا، ما حنايا ولاد هنايا وكنعرفوه والله يخليه لينا. والحمد لله كتجينا التراويح هنايا مزيانه، علاش هذا الجامع معروف الحمد لله كل عام كيعمر، وحنا مباركين بان هذا الجامع عندنا، والحمد لله كتحس بان التراويح باقيين كاينين وبيبقاو كاينين. واخا شنقول لك في واحد الريحه كتخلينا نتعلقوا بمولانا من الاخر، نتعلقوا بمولانا اللي كيخليونا ما يا ربي تسمح لنا ما كنبقاوش تنبعدوا عليه في الايامات العاديه، ورمضان كيخلينا نرجعوا ليه ديما باش نتفكروه، ويا ربي تسمح لنا علاش كنبعدوا منه. والحمد لله على هذا الجامع، والله يجعلها تكون اللي جاي يصلي الله يجعلها ليه تكون توبة ديما. جامع ديالنا ديال اوتوهول الحمد لله مع كل عام كندوزو اجواء جميله في هذا المسجد مع الشيخ ديالنا ياسين كسوال، الحمد لله كدوز اجواء رائعه، وتنتمناو زعما كاينه الجميع الصحه والعافيه. شي كيجيو الناس من قنيطره، تيجيو من كازا، تيجيو من سلا، ولكن ليلة القدر راه أجواء رائعة، لأن كيجيو الناس حتى من مراكش من كازا من فوت المدن باش يحيوا هذيك الذكرى ديال ليلة القدر، تتكون عظيمة وتتكون القراءة رائعة مع الشيخ ديالنا. حنا جينا من سلا، كنجيو كل عام لهذا المسجد هذا، تبارك الله المقرئ غاية في الروعة، وحنا كنجيو في رمضان باش نتخشعوا ونذكروا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. نطلبوا الله يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويرحم اموات المسلمين اجمعين. تبارك الله غايه غايه في الروعه، وتيخلي الانسان انه يعيش واحد العالم اخر، عالم الروحانيات وعالم الدين وعالم الرباني. الحمد لله نحن في اول ايام رمضان، نصلي في هذا المسجد المتواجد بمدينه الرباط في حي ديور الجامع مع المقرئ السياسي كسوان. فالحمد لله كما تلاحظون الاجواء جد ايمانيه والحمد لله، فرمضان مبارك كريم ونسال الله التوفيق والسداد. والحمد لله كما تلاحظون هناك يعني حركه دؤوبه للشباب ولكل الاطياف العمريه في الصلاه في هذا الشهر الكريم. نتمنى الله من الله ان تطول هذه الاجواء المباركه وتقبل الله منكم جميعا. التراويح زادت واحد الخشوع كبير، واحد الخشوع كبير سبحان الله العظيم. المقرئ من داك الشيء الرفيع والناس كلهم خشوع، وانت تشوف هذه الجموع الغفيره الحمد لله الناس متشوقين لهذا الشهر الكريم. المقرئ تبارك الله عليه، تبارك الله ما شاء الله. قراءة مفهومة الحمد لله، وصوت عجيب عنده، صوت غزال تبارك الله عليه. هو الحمد لله الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.